باقي القوارب؟ ترومبا؟ واو، ما أروع هذا القارب! أوه، شكراً يا روزي، يجب أن أهزم كرز هذه المرة. انظري، أنا وضعت شراعاً أكبر ليسير بشكل أسرع. أهلاً يا روزي، حان الوقت لأفوز بالسباق مجدداً. قد لا تفوز هذه المرة يا كرز، لقد صنع رومبا قارباً رائعاً. حقاً؟ سوف أرى. إنه سري. لن يكون أفضل من قاربي. دائماً أفوز، لا تنسى. بقيت ساعتان قبل موعد السباق، سأذهب لأحدد خط النهاية. مرحباً يا روزي، هل تودين مشاهدة لعبة القبعة السحرية؟ نعم، ولكن هل تزينين فكري معي؟ هو سيقدم الجوائز لسباق القوارب هذا العام. سأريه لعبتي الجديدة. فكري، يبدو مزاجك رائقاً. صديقي العزيز رشدي جاء يزورني. لا أرى أحداً، أنت متأكد أنه هنا يا فكري؟ نعم يا بلبلة، متأكد. الواقع أن صديقي رشدي متميز جداً. لكنه لا يستطيع القيام بألعاب سحرية مثلي. أترى لعبة القبعة السحرية؟ إذن أين هو رشدي؟ أوه، إنه موجود هنا. ألست هنا يا رشدي؟ طبعاً. أنت يدغدغ. واو، هذا سحري. ماذا؟ إلى ماذا تنظرين يا روزي؟ ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ رشدي هو حرباء، والحرباء تغير لونها عندما تريد، وهذا ما يجعلها بارعة في الاختباء. أوه، كم أحب ألعاب السحر. ليس هذا سحراً، هذا ما تفعله كل حرباء. أريد أن أختفي مثلك يا رشدي. هذا صعب نوعاً ما بوجود ريشاتك اللامعة، لا يمكنك تغييرها. بلى، يمكنني، انتظر مكانك. هذا أفضل بكثير من أي قارب يصنعه رومبا. شكراً للمساعدة، هذا أفضل قارب صنعته في حياتي. أهلاً يا بينون. مرحباً يا كرز. لين، قاربك ليس سريعاً مثل قاربي. في الواقع، أظن أن قاربي سيكون أسرع. تعال يا بينون، هيا لنجربه. علي أن أرى هذا القارب لأتأكد أنني سأفوز. انتهيت. هذا جميل يا روزي. أوه، مرحباً يا بلبلة، لماذا ترتدين شجيرة؟ هذا تمويه مثل رشدي. ليس تماماً مثلي، عندما أريد الاختباء لا يراني أحد. هذا ليس عدلاً. بلبلة، بعد قليل سيبدأ السباق. النظر ممنوع. لو أنني أستطيع أن أراه. ما الأمر يا بلبلة؟ ظننتني بارعة في ألعاب السحر، لكن رشدي صديق فكري، يمكنه إخفاء نفسه. صحيح؟ إنه حرباء، بإمكانه أن يجلس إلى جانبك من دون أن تعلم. الكل يرون أنه متميز جداً، وأنا لا كرز. رشدي، أنا كرز، أريدك أن تأتي معي في مهمة سرية. أمر مسلٍ. أوه لا، الأمر مهم جداً، ستنضم إلى الفريق الفائز في سباق القوارب. في خدمتك يا كرز، هيا بنا. مرحباً
مضحك جدا. إذا كيف كانت القوارب؟ حسنا، قارب رومبا أعلاه شيء كبير مستدير، ماذا تسمونه؟ بالون؟ تماما، وقارب لين يصدر صوتا مجنحا، أي أن فيه أجنحة؟ وماذا أيضا؟ لم ألاحظ تماما، كنت منشغلا بعمل السري. أجنحة وبالون، سأصنع ذلك لنرى. سأتخلص من هذه القطع أولا. بلبلة. يمكنك رؤيتي، صحيح؟ كل ما أردته هو أن أكون متميزة. أنت فعلا متميزة يا بلبلة، ولكن ألعاب السحرية، لعبة الاختفاء عند رشدي أفضل مني. لما لا نطلب من رشدي أن يساعدك؟ كيف؟ تعالي سأخبرك في الطريق. سيبدأ سباق القوارب قريبا. لا كارز، هل هذا قاربك؟ ماذا حدث؟ كنت أخشى ألا يفوز فحاولت تغييره. انظري، من الأفضل أن أنسحب. عليك أن تحاول يا كرز، فهذا أهم من الفوز. هذا صحيح، لكنني أردت فعلاً أن أفوز. رشدي، عندي لك عمل مهم جداً، ولبلبلة. جاهزون؟ مستعدون؟ لقد علق. انظر، نحن نفوز. إنه سيغرق الآن، ما الفائدة؟ كرز، انظر. سأفوز من جديد. نعم، انظروا، لقد علقت معا. القوارب تطير بعيداً. أمسكها يا بينون. إنها عالية جداً، لا أحد يمكنه الإمساك بها. بلى، يمكن ذلك. هيا يا بلبلة. قبل أن أقدم جائزة سباق القوارب، أود أن أذكر صديقاً متميزاً جداً. كلنا نعرف من هو المتميز هنا. بلبلة التي لولا مهارتها في الطيران لما استطاعت تلك القوارب إنهاء السباق. لم يكن أمراً مهماً. والآن إلى الجائزة. الجائزة الأولى فاز بها الجميع. مرحبا. ما المشكلة يا كرز؟ لقد غششت، استخدمت رشدي ليتجسس على القوارب، لا أستحق المشاركة في الجائزة. الغش عمل سيء، لكن قارب كرز ساعدنا على الفوز. كل واحد يمكن أن يخطئ، ولكن الاعتراف بالخطأ هو عمل شجاع. نحن نريد أن يشارك كرز في الجائزة، صحيح؟ أجل. والآن حان وقت الألعاب السحرية. سيداتي وسادتي، انظروا، القبعة فارغة. أبرا كدبرا. لا يمكن أن تريني، أنا حربة أرنب. أين أنت يا رومبا؟ أنا هنا، انظري، أنا لم أختفي. نعم. روزي، هل يقوم رشدي بألعاب سحرية أخرى؟ يمكنك أن تسأله غداً إن استطعت أن تجده. مياه في كل مكان. ها
أصبتك. هذا أفضل. دوري. جميلة وباردة، الجو حار اليوم، يبدو أن الجميع في حاجة إلى المياه. مرحبا مينون، أتريد أن تلعب معي في حوض المياه؟ ليس اليوم يا لين، فعلي أن أسقي جميع خضرواتي. إني آتية. احتفظي ببعض الماء من أجلي. ها أنا آت. هيا، هذا يكفي الآن. يا بطة، تعالي العبي معنا. أنا مشغولة الآن يا بلبلة، هناك ثقب في عشي، أجمع الأغصان لأصلحه. معذرة، نأسف لإزعاجك. نحن مستجدون هنا، مت ونت. بل نت ومت، وكنا نتساءل من المسؤول هنا؟ لا مسؤول هنا، نحن نتقاسم كل شيء هنا. هذا كرم كبير، ألا تظن هذا؟ بالتأكيد، شكراً، متعاونون. كيف يركضون في هذا الجو الحار؟ هذا الدلو العاشر، ولم يمتلئ حوض المياه. لأنك تسكبينه بعيداً. ماذا جرى؟ الجو حار للغاية، قمت بامتصاص بعض الماء من الأرض عبر جذوري. نسيت أنك تحتاج للماء. الماء ثمين، فلولاه لما وجد زرع ولا كائنات حية، لذا أنا لا أهدر الماء أبداً. والآن حان وقت إصلاح العش. سأحضر الأغصان الطويلة من الخلف. حصين، إنها مناسبة. سوف أبدأ بالثقب. عشي، أين اختفى؟ مرحبا روزي، هل لي في خرطوم المياه؟ بالطبع يا كرز. أصبتك. لقد اتسخت حوامتي من حرارة الجو، سأغسلها. اليوم الماء في كل مكان. أليس هذا رائعاً؟ ما هذا الصوت؟ النجدة، يا إلهي، يبدو كصوت لين. ما الخطب يا لين؟ يا روزي، فعلت شيئاً في غاية السوء، كنت أملأ حوض المياه من الجدول و... استخدمت كل ماء الجدول. هذا غير ممكن يا لين. كلا، كرز استعمل مياها كثيرة ليغسل حوامته. وماذا عن اللعب بمسدسات المياه؟ لا فائدة من لوم بعضنا البعض، علينا أن نحل هذا اللغز يا رفاق. اسمع يا بينون، ألم ترى عشاً في أي مكان هنا؟ تقولين عش؟ لا يا بطة، هل ضاع منك؟ أسوأ من هذا، أحدهم سرقه، أدرت رأسي عنه فاختفى. يا إلهي، أحتفظ بعصي لصناعة مكانس في كوخ الأوعية، نستطيع استخدامها لبناء عش جديد لك. هذا لطف منك يا بينون. ما هذا؟
أحدهم سرق العصي. هذا تماماً ما حدث لعشي. انظر، أسقطوا البعض. فلنتتبع هذه العصية ونرى أين تنتهي. لا يمكن أن يختفي الجدول. ربما جففت الشمس المياه. ترى ماذا حدث؟ من الذي جفف الجدول؟ كلنا، كلنا قمنا بإهدار الماء. لقد استخدمنا كل المياه الموجودة في العالم. لسنا واثقين من هذا يا لين. أين الماء إذن؟ أنا لا أعرف، لكنني سوف أكتشف هذا. إلى أين؟ سأعرف أين ذهب الماء. مرحبا روزي، هل رأيت عش بطة في أي مكان؟ كلا، هل اختفى العش؟ ماء الجدول اختفى أيضا. أين اختفى الماء؟ لا عش ولا حتى جدول، ماذا سأفعل؟ يا روزي، ما هذا الصوت؟ يبدو كصوت. روزي، لماذا هناك جدار في الجدول؟ ليس جداراً، إنه سد. رائع، أليس كذلك؟ أنهيناه للتو. نات ومات. مت ونات، ما رأيكم في منزلنا؟ مرحباً قناديس، أليس كذلك؟ إنهم يعيشون في الجداول ويبنون السدود لصيد الأسماك. هذا مثير حقاً، ربما سأجرب هذا. كل هذا جيد، لكن من سمح لكم بأخذ العصي؟ أصدقاؤك هؤلاء. لم يحدث، قال لنا نحن نتقاسم كل شيء، لذا أخذنا ما وجدناه. ربما قلنا شيئاً كهذا، لكن لم نعني أن تأخذ كل شيء، وبشكل خاص ماء الجدول. إن هذا جدولنا. إنهم يملكون الجدول ويتقاسمونه. هيا يا مت، من الأفضل أن نهدم كل شيء ونبدأ من جديد في مكان آخر. نحن غير مرحب بنا هنا، سوف نعيش سوياً من دون منزل. يا للمساكين. لحظة، خامرتني فكرة أفضل. الجدول ملك للجميع، أليس كذلك؟ هذا صحيح. هذا بالتأكيد. فلنجد طريقة لنتقاسمه. نات ومات، هل يمكنكما هدم جزء من السد؟ أجل، لا مشكلة. عصي تكفي لبناء عش جديد. أرأيتم؟ يمكن للجميع أن يستمتع بالجدول. لن نهدر الماء بعد الآن. أوه، إذن لن نلعب بمسدس المياه؟ الجو حار. ما دمنا نتقاسم. مستعد يا رومبا؟ أجل. يمكننا الانتعاش وري خضروات بينون في نفس الوقت. دورك في ري النباتات يا رومبا. سقيتها بالأمس، وأنا سقيتها اليومين قبل هذا. هناك طريقة واحدة لحل الأمر. مستعدة؟ استعدوا للرش بالمياه. Ha 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 ha